الفتاح ما زال يحاول. عبد الفتاح استلام يبحث عن التقدم والتغطية، نعم موجود. محمد لحاله محمد يروح قاسم لجبريل. هنا التحرك من راكان مرة أخرى في الجهة اليسرى والانطلاقة الهجومية، السلام على المرور. هنا التقدم راكان الآن موجودة، تقدم شبابي، تمريرة لبرنس، ممكن يمر هنا برنس، أحمد جمعة يا سلام، التقدم. وهنا أيضا قرب الدين، كرة مع محاولة من جهة اليمين وكرة فيها هجمة أهلاوية لكن تتخلط. كرة تحرك، حضور دفاعي مميز، كرة توصل، هي محاولة والتغطية نعم موجود. كرة عالية. يحاول محمد حبيب قد يكون هذا هدف التعادل الذي سجل بنيران صديقه من قبل قلب الدفاع أندو أوب. كرة توصل. هجمة الآن، هجمة فرق صفرة، يحاول يلعب أمام لك وين مقطوعة، مقطوعة، شوف يعني الفريق سكرة. واعتبر كرة أمامية عالية طويلة لمصلحة الرفاع. خبرة كبيرة مع الأرجنتين، مع الرفاع، والعودة مجددا مع النادي اللي بدأ معه مشواره. شاهدون الاستلام والتقود المختار سيد مجتبى المحافظة، في خط الوصل حسن مدن، حسين العكري، سيد أحمد جعفر، عباس العصفور، قاسم سعيد. الحين حتى نزهة هجومية رائعة تمر، ترجع لك الكرة على اليسار القوطي، يا عين يا القوطي، القوطي يحاول المرور ولكن إلى جبريل. ليبي محترف، جبريل لاعب نشط، لاعب سريع، مقطوعة الكرة النتيجة حتى الآن هي التعادل بدون أهداف 0-0، 232 هدف بقي فريق نادي الأرجنتين. وأيضا حارس منتخبنا الدولي يمتلك الخبرة الكبيرة ملعوبة الكرة، لعبها مجتبى عرضية على القائم الأول حلوة، ولكن دفاع نادي الشباب أقابل الكرة. العودة في الجهة اليمنى، البحث عن التقدم، فيها تغطية، لمسة وتمريرة هناك في الدفاع. تتحول للشباب هذه المرة لقاسم، يبرر الكرة. يا الله يا الله على التحركات الجميلة، على التمريرات القصيرة، المحاولات الشبابية. الآن يبحثون وينافسون على الكاس، يا عيني الحجاوية، الحجاوون بأرنس وكميل يسجل أول أهداف هذه المباراة، سادس أهدافه. دفاع مستميل، ملعوب الكرة، والثواني الأخيرة، دقيقة الخامسة، لعب الرفاع بسبعة أهداف، وأيضا أرنس لاعب فريقه الأهلي الذي هو الآخر يمتلك سبعة أهداف. تلعب دقيقة 42، أخذ ينتظر ومررها قاسم سعيد. قاسم سعيد انتظار، يا السلام على المرور، ياخذ كرته يتقدم. خريطة الطريق قد تتغير مع الجولات القادمة، نتحدث على مستوى فرق المؤخرة، المنافسة حاضرة، مقطوعة تبعد الكرة تتشتت على طول، تصل مرة أخرى فريق الشباب يحاول يتقدم، إذا اللعبة صح، المباراة صح، يحصل. ودخول اللاعب حسن مدن، كرة عادت شبابية الآن. ثالث وقت هجوم الديع، منقولة في الأمام، مرتدة سريعة للشباب، فرصة لي عيسى عبد الله، ثلاث دقائق خلاص هي الحاسمة، ويبدو بأن المباراة انتهت هكذا، وهدف الرابع نعم.